في بعض الظواهر اللي حصلت السنه دي في النتيجه. من الظواهر دي الطالبه ميار حماده طاهر محمد. ميار طالبه كانت في مدرسه انور السادات الثانويه بنات بنجا حمادي. فوجئت انها جايبه 4.5%، يعني مجموع الدرجات اللي جابته 18.5، يعني متوزعين ايه؟ جابت في اللغه العربيه 5 وفي الانجليزي 4.5 والفرنساوي 0 والكيمياء 6 درجات والاحياء درجه واحده والجيولوجيا وعلوم البيئه 0 والفيزياء درجتين. فالنتيجه بتاعت ميار لا تتناسب مع يعني مستواها في السنوات الماضيه. ايه الحكايه وايه اللي حصل؟ خلونا نسمع الحكايه كامله من ميار حماده طاهر محمد. يا ميار اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. قولي لي بقى ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل ده؟ الحكايه ان انا يعني طول السنه بذاكر زي اي حد ثانويه عامه. وفترة المراجعة رجعت كتير بدل المرة 2 و3، وحلينا امتحانات مع المدرسين كافية جدا عشان نبقى متدربين كويس وكده على طريقة الأسئلة. تمام. وكبابل شيت كنا حلين من بداية السنة، بناخد اختبارات ونتدرب عليها عند المدرسين. ودخلت الامتحانات مستعدة تماما، ودخلنا الامتحانات لغة عربية أجنبية أجنبية تانية فيزياء، كل الامتحانات كانت بالنسبة لي من أسهل امتحانات الثانوية العامة. مفيش بس الكيمياء كانت صعبة شوية. يعني كانت صعبة على كل الكيمياء. كانت صعبة على الكل، وبالرغم من كده يعني حلينا فيها، حليت كويس. هي صح كنت يعني هنقص فيها أكتر حاجة. انت كنت متوقعة تجيبي كام يا ميار؟ كنت متوقعة 95%. أنا مراجعة مع المدرسين بعد 95%؟ 95%. طيب انا رجعت امتحان اجاباتي مع المدرسين بعد الامتحانات. طيب قولي لي بقى يوم يعني يوم النتيجه لما حصل بقى شو يعني وعرفتي؟ انا ما كنتش مستوعبه، لان انا كنت فاكره ان في غلط في الموقع، دي مش نتيجه دي. جربت بدل الموقع 2 و3 وكانت نفس النتيجه. فاحنا اتصدمنا بامانه، اتصدمنا. طب إيه انت كده انت شايفه ان النتيجه دي لا مش معبره عن مستواكي ولا عن ادائك في الامتحان. طب انت السنين اللي فاتت يعني قولي لي كده، انت كنت في ثالثه اعدادي جايبه كام؟ في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي؟ ثالثه اعدادي كنت ترم اول كنت ناقصه نص درجه، وترم تاني كانت درجه ونص بس يعني. بس والسنة اللي فاتت في تانية ثانوي كنت جايبة كام؟ تانية ثانوي وأولى ثانوي كان يعني أنا على ما أتذكر كانت يعني كان نظام جديد وكده، ما كانش فيه اللي هو 95 و96 وكده، بس كانت مجاميع حلوة. يعني مجاميع ما تقولش خالص إن أنت تجيبي ال 4.5% يعني دول. يعني كعلامات في تانية ثانوي كنت جايبة اللي هو كانت ألوان وكده، كنت جايبة في الأزرق اللي هو امتياز. طب انتي قولي لي يعني في الايام الامتحانات، ايام الامتحانات انت كنت كويسه نفسيا كويسه ولا في يعني كانت حاجه مثلا في مشاكل البيت؟ وبابا بيشتغل ايه يا حبيبتي؟ نعم. بابا بيشتغل ايه؟ في اداره الاوقاف. في اداره الاوقاف. طيب خلال الامتحانات يعني كانت في يعني كان في اي حاجه او ولا انت كنت تمام نفسيا وذهنيا؟ انا كنت برجع من الامتحانات راضيه تماما عن مستوى الامتحان، مفيش غير الكيمياء بس. انا حتى المواد اللي مش بتضاف للمجموع جايبه فيها يعني 2، تربيه دينيه 2، تربيه وطنيه 2، كانت الاقتصاد والاحصاء 10. طب انت كنت بتذاكري كام ساعه؟ طيب كنت بذاكر يعني المواد، كنت باخد الدرس بذاكره بحل عليه كل حاجه، كانت ساعات متفاوته، ما كنتش براكم حاجه. طب انت كنت بتاخدي دروس في كل المواد ولا في مواد معينه؟ المواد بدل الدرس 2 كنت باخد بدل الدرس في 2 عندنا. وكنت باخد اونلاين مع المدرسين كمان، مفيش حاجه كنت مقصره فيها يعني. طب رد فعل المدرسين بتوعك ايه؟ المدرسين كلهم مستغربين مصدومين، يعني كلهم يشهدوا لي هنا.
طب انت عملتي التظلم النهارده قدمت على التظلم ودفعنا النهارده الفلوس. ولا امبارح ولا لا بكره؟ النهارده، امبارح الموقع كان انت اونلاين. صحيح. قدمتي التظلم بقى في كل المواد. حتى ال11 مادة، حتى الأربع مواد اللي مش بيضافوا المجموع ما انت جايبه فيهم برضو درجات قليله. جايبة فيهم قليلة. 2 2. جايبة، 2 في تربية دينية، 2 في تربية وطنية، كده كله طيب يعني ال11 مادة 3 فيهم. طب يعني انت قدمت التظلم، فانت كده بالتظلم هتبقى عايزه تصحيح ورقك او رصد اعاده درجاتك او طبقا لما يتم في التظلم يعني. أكيد. طيب يعني قلبي معاكي، وان شاء الله يعني لو ليكي حق يعني يرجع لك ان شاء الله. انا بشكرك جدا.